ودعنا الربع الثالث من سنة 2022 لندخل الربع الأخير منها. ثلاثة أشهر تعرفنا فيها على عدة أجهزة مميزة من شركات تتطلع لعرش الهواتف المتوسطة. أشعلت شاومي المنافسة بإغراق السوق بهواتف متوسطة متكاملة المواصفات، ليأتيها الرد من قريبتها بوكو بجهازين من أقوى ما قدمت العلامة التجارية. أوبو وأونور وفيفو كذلك دخلوا على الخط وشاركوا بإشعال نيران المنافسة، بينما الكل يتنافس. سطع نجم علامة تجارية جديدة بهاتف تصميمه الفريد اعتلى عناوين المواقع التقنية. لنتعرف معا على أفضل 10 هواتف متوسطة للربع الثالث من السنة بسعر أقل من 450 دولارا. البداية مع ريدمي K50 ألترا، وحش انفجرت شرارته في سوق الهواتف المتوسطة بتقديم أقوى المواصفات في كل شيء. الشاشة عبارة عن لوحة أموليد مقاس 6.67 إنش بدقة 2712 في 1220 بيكسل ومعدل تحديث 144 هرتز. في العتاد نجد المعالج الأقوى في الساحة حاليا سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول مع رام 8 و12 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت. في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة واسعة جدا تبلغ 1.6، وفي الأمام كاميرا سيلفي تصل ل 20 ميجا بيكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير مع قدرة شحن صاروخية تصل ل 120 واط. سعر الهاتف يبدأ من 445 دولارا. شاهد مراجعة رقمي للهاتف. ثانيا، بوكو X4 GT. العلامة التجارية بوكو التابعة لشاومي أكملت تألق الشركة الأم وأخرجت X4 GT الأخير. رغم قدومه بشاشة LCD عادية، تميز في عدة نقاط عن باقي المنافسين. الشاشة نفسها بمقاس 6.6 إنش بدقة Full HD Plus مع معدل تحديث 144 هرتز. في العتاد استعانت بوكو بميديا تك وقدمت معالجة Dimensity 8100 مع خيار رام 1.8 جيجا بايت مرفق بخيارين من ذاكرة التخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف الكاميرا الرئيسية جاءت بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة 1.9 والأمامية بفتحة 2.5. سعة البطارية 5080 ملي أمبير بقدرة شحن 67 واط. سعر الهاتف يبدأ من 400 دولار. شاهد مراجعة رقمي للهاتف. ثالثا، بوكو F4. هاتف مميز آخر من بوكو صدر مع X4 GT لكن بمواصفات مختلفة تماما مع الحفاظ على قوته والقدرات العالية. الشاشة هنا أموليد مقاس 6.67 إنش بدقة Full HD Plus مع معدل تحديث 120 هرتز. المعالج عبارة عن سناب دراجون 870 5G من كوالكوم وهو جيد ويصمد أمام الاستخدامات فوق المتوسطة بمساعدة خياري الرام 6.8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. وحدة الكاميرات الخلفية مكونة من 3 عدسات، الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة 1.8، وفي الأمام عدسة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل. سعة البطارية 4500 ملي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من 440 دولارا. شاهد مراجعة رقمي للهاتف. رابعا، أوبو رينو 8. الجيل الجديد من عائلة رينو الشهيرة جاء بشاشة لا بأس بها وعتاد قوي وكاميرا تنافس أغلب الهواتف المتوسطة. الشاشة عبارة عن لوحة أموليد مقاس 6.4 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 90 هرتز. المعالج عبارة عن Dimensity 1300 من ميديا تك، جيد للاستخدامات فوق المتوسطة مع رام 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف كاميرا رئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 مع عدسة ثانية ألترا وعدسة ثالثة ماكرو. العدسة الأمامية تبلغ دقتها 32 ميجا بيكسل. سعة البطارية في الهاتف 4500 ميلي أمبير مع قدرة شحن 80 واط. سعر الهاتف يبدأ من 450 دولارا. شاهد مراجعة رقمي للهاتف. خامسا، Nothing Phone 1. أكثر هاتف أحدث ضجة في الأشهر القليلة الماضية، والسبب تصميمه الجميل والنادر. بجانب هذا، Nothing Phone يقدم مواصفات ومميزات لا تقل قوة وروعة عن باقي المنافسين. فيما يخص الشاشة، تأتي من نوع OLED بمقاس 6.55 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 778 G Plus 5G الرائع للفئة المتوسطة مع رام 8 أو 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128
أو 256 جيجا بايت. في الخلف استعرضت العلامة التجارية عضلاتها وقدمت عدستين بدقة 50 ميجا بيكسل، واحدة رئيسية والثانية ألترا وايد لتصوير الواسع. البطارية سعتها 4500 ملي أمبير بقدرة شحن 33 واط، وسعر الهاتف حوالي 450 دولارا. شاهد مراجعة رقمي للهاتف. سادسا، شاومي 12 لايت. فرد من عائلة شاومي 12 استهدفت به الفئة المتوسطة وحيدا فيما سيطر باقي الأفراد على الفئة الرائدة. جاء الهاتف بشاشة أموليد بمقاس 6.55 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 120 هرتز. المعالج المعتمد هو سناب دراجون 778 G 5G، جيد للاستخدام فوق المتوسط، مع رام 6 أو 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية للهاتف توزعت على 3 عدسات، الأقوى بدقة 108 ميجا بيكسل بوفتحة 1.9، بينما الأمامية كذلك بدقة عالية تصل 32 ميجا بيكسل. سعة البطارية 4300 ميلي أمبير، وسعر الهاتف يبدأ من 400 دولار. شاهد مراجعة رقمي للهاتف. سابعا، فيفو V25. هاتف فيفو الوحيد في هذه القائمة تصميم جذاب ومواصفات جيدة مقابل السعر. يأتي بشاشة أموليد بمقاس 6.44 إنش ودقة Full HD Plus مع معدل تحديث 90 هرتز. المعالج عبارة عن Diamond City 900، مناسب للاستخدام فوق المتوسط، مع رام 8 أو 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية مكونة من 3 عدسات، الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة 1.8، والأمامية 50 ميجا بيكسل. سعة البطارية 4500 ملي أمبير بقدرة شحن 44 واط. سعر الهاتف يبدأ من 411 دولارا. شاهد مراجعة الهاتف بجانب أخيه الأكبر V25 Pro. ثامنا، Redmi K50i 5G. هاتف آخر مميز من شاومي نجحت في تقديمه بشكل متكامل في الفئة المتوسطة. يأتي بشاشة LCD عادية بمقاس 6.6 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 144 هرتز. العتاد عبارة عن معالج دايمن سيتي 8100 من ميديا تيك، جيد للاستخدام المكثف والرائد، مع رام 6 أو 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. فيما يخص الكاميرا الخلفية، نجد عدسة رئيسية ذات 64 ميجا بيكسل بفتحة 1.9، وبالأمام أمام كاميرا سيلفي جيدة دقتها 16 ميجا بيكسل. سعة البطارية 5080 ملي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من 325 دولارا. شاهد مراجعة رقمي للهاتف. تاسعا، جالاكسي A23 5G. رغم أنه هاتف مكرر من سامسونج والميزة الوحيدة التي ينفرد بها عن سابقه أنه داعم لشبكات الجيل الخامس، يبقى هاتفا حاضرا بقوة في الربع الثالث وقادرا على منافسة بعض الأسماء في القائمة. الشاشة عادية من نوع LCD بمقاس 6.6 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز. العتاد مكون من معالج سناب دراجون 695 5G، جيد للاستخدام فوق المتوسط، مع عدة خيارات من الرام تبدأ من 4 جيجا بايت مرفقة بذاكرة 64 جيجا بايت حتى 8 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. في الخلف، وحدة الكاميرات مكونة من 4 عدسات، لكن الأهم هي الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة 1.8، وفي الأمام كاميرا 8 ميجا بيكسل. سعة البطارية 5000 ملي أمبير. سعر الهاتف يبدأ من 330 دولارا. عاشرا وأخيرا، Honor 70. أبرز نجوم Honor في الفترة الأخيرة، جمع بين التصميم الجذاب، الشاشة المتكاملة، الكاميرا الجيدة والعتاد القوي. الشاشة عبارة عن لوحة أوليد بمقاس 6.67 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 120 هرتز. المعالج المعتمد في الهاتف عبارة عن سناب دراجون 778 G Plus 5G مع رام 8 أو 12 جيجا بايت وذاكرة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. في الخلف نجد 3 عدسات، عدسة رئيسية 54 ميجا بيكسل بفتحة 1.9، وعدسة ثانية ألترا وايد 50 ميجا بيكسل، وعدسة ثالثة للعزل، وبالأمام كاميرا أمامية 32 ميجا بيكسل. سعة البطارية 4800 ملي أمبير، وسعر الهاتف 500 دولار. شاهد مراجعتنا للهاتف. وبجانب هذه القائمة يوجد مجموعة من الأجهزة المميزة التي تستحق الذكر، نذكر منها Infinix Note 12 Pro 5G، Lenovo Legion Y70، Reno 8 4G، Reno 8 Z5G، Oppo 8 97، Huawei Nova 10، OnePlus Nord 2T. كانت هذه أفضل الهواتف المتوسطة لربع الثالث من السنة. شاركنا أفضل هاتف نال إعجابك في القائمة، والذي يستحق أن يكون ضمن قائمة أفضل هواتف سنة 2022 المتوسطة. اللايك والشير مجاني لمساعدتنا على الاستمرار بإغناء المحتوى العربي. وإلى اللقاء.